موقف حقيقي. وانتو شو تقولون؟ صوت ابو المحل اللي يغش الزبون لو الزبون اللي ما يعرف قياسه. السلام عليكم صديقي، اريد بنطلون اسود قياس 34 موجود عندك؟ وعليكم السلام، هلا وحبيبي موجود. اوه حسان شورطني، ما عندك قياس بهذا اللون، خلي اشوف بلكي اقنعه على غير قياس. هاي معود وين صفنت؟ الو يا معود. حبيبي لا بس جاي يقول انت ضعيف يعني اكيد تلبس اقل. انا قياسي 34 وعارفه صديقي، ترى ال 34 كلش تبيعيك، ال 32 هو قياسك. لا حبيبي ال 32 ما يلبسني، ال 34 قياسي. دي جربه بس جربه، واذا ما صار انا اجيب لك اللي تريده. عمي ماشي امره، يلا اعطيني اياه خليني اجربه. هاي ولد صديقي، مو قلت لك هذا مو قياسي وصغير، انا قياسي اعرفه. صديقي ترى قياسي شنو صغير؟ لا صديقي هذا مو قياسي، انا قياسي 34 شوفه صغير حتى ما يتدقم. اذا ما عندك قل لي. هاي معود موجود القياس، هسه اجي لك اياه. هسه هذا مين يجيب لي 34؟ توقف لحظه انا اعرف شلون احله. وها شلعناها، انطيك نفس القياس بس اشلعها، شوف شلون تعرف قياسك. هاك حبيبي هذا 34 وراح اشوف شلون كبير عليك وتطلع شايته صحيحه. خلي اجرب. ايش قلت لك اني؟ شوف شلون قياسي فيت؟ قلت لك انا قياسي واعرفه. اي والله طلعت تعرف اكثر من عندي. مو قلت لك قياسي واعرفه يا حبيبي. شلون انا بالغشيم اللي يعرف قياسه؟